هذا البرنامج برعاية مجموعة إزدان القابضة. جميعا بكل الخير، أهلا ومرحبا بكم معنا في مسار السوق. نلتقيكم الزميلة لبنى فواز وأنا رولا الطراوني. وكنا قد تابعنا أداء الأسواق الخليجية، تراجعات في معظمها كانت للأسواق ربما تجاوزت حد تفسير انهجني أرباح. المستغرب كان أداء السوق الكويتي بعد إعلان وإطلاق موازنة العام الجديد، جاءت لدينا المؤشرات مبتعدة تحديدا الساري عن 7000 نقطة. نعم بالفعل، علما بأنه منذ عدة أيام نتحدث عن هذا التصحيح المرتقب كان والمنطقي في السوق الكويتية بعد حالة الارتفاع المستمرة التي عاشتها طيلة الأشهر الماضية، تحديدا الأسابيع 3 الماضية. سنعود يا رولا نتحدث بالتفصيل عن أداء اليوم الأسواق، كيف أغلقت هذه الأسواق، وسنتطرق إلى التوزيعات في القطاع المصرفي الإماراتي. تحديدا لدينا بيانات من أبوظبي الوطني وتوصية بتوزيع 45% نقدا عن العام 2016، أيضا توزيعات نقدية ب 40% من أبوظبي التجاري. دعونا أولا نذهب في جولة على أبرز العناوين. تعاملات هادئة بالأسواق الخليجية وسط عمليات جني للأرباح. الكويت يستعيد مستويات 6800 نقطة وفي اللحظات الأخيرة، ودبي يحاول الصمود عند مستوياته الحالية. الكويت تدشن رؤية 2035 بإنفاق يصل إلى 100 مليار دولار، وتقر بنود موازنة العام 2017-2018. الهدف تنمية مستدامة واقتصاد متنوع يعززه الإنفاق الرأسمالي. وفي نتائج البنوك الإماراتية، الأرباح السنوية لبنك أبوظبي الوطني تنمو 1%، صافي دخل أبوظبي التجاري يهوي بنسبة 16% في العام 2016. يرافقنا اليوم في مسار السوق ضيفنا في الاستوديو السيد طلال طوخان، مدير دائرة الأبحاث المالية في الرمز كابيتال. أهلا بك سيد طلال. سنعود لطبعا نتحدث معك في مسارات الأسواق خاصة الأسواق الإماراتية، لكن مشاهدينا نذهب أولا إلى زميلة رولا الطراوني التي ستأخذنا في جولة على إغلاقات الأسواق الخليجية. شكرا لك لبنى. الأسواق الخليجية بالمجمل نستطيع أن أقول كانت هويتها اليوم سلبية، ربما يؤخذ إلى هذه التراجعات بأنها حالة إيجابية، تصحيح بعد ارتفاعات متتالية لأكثر من جلسة على التوالي. السوق الكويتي تحديدا كان قد وصل إلى حاجز 7000 نقطة، لكن تراجع عن تلك المستويات، وإن كان صادف تراجعات السوق الكويتي إطلاق الموازنة القادمة للكويت ورؤية الكويت 2035. الأسواق الإماراتية لم تكن بعيدة عن هذه التراجعات بفارق أو تقريبا بحدود 1% لكلا السوقين. دبي وأبوظبي لاحظنا اليوم نشاط واضح على أسهم قطاع المصارف والعقارات، هي التي جذبت معها المؤشرات إلى هذه التراجعات. مسقط الأوراق المالية الوحيدة الذي جاء على مكاسب ب14 نقطة المئوية. أما السوق في قطر فاستمرت في تراجعات بنطاق 0.14 نقطة المئوية. ونعيد الترحيب بضيفنا في الاستوديو السيد طلال طوخان، مدير دائرة الأبحاث المالية في الرمز كابيتال. سيد طلال، دعنا نبدأ من حيث انتهت إليه الأسواق اليوم، تحديدا بهذه الإعلانات من أبوظبي. بنك أبوظبي الوطني يوصي بتوزيع 45% نقدا، بنك أبوظبي التجاري يوصي ب 40% توزيعات نقدية. برأيك هذه التوزيعات هل هي متلائمة مع النتائج التي صدرت، البيانات المالية والأرباح، وهل ستكون مرضية للمساهمين؟ طبعا يعطيكم العافية لبنى ورولا. هلا بالنسبه للتوزيعات، في عامل مشترك كان خاصه في البنوك الكبيره، شفنا بنك دبي الاسلامي واليوم بنك ابو ظبي الوطني وبنك دبي ابو ظبي التجاري، اللي هي انه ارباحهم قد يكون تاثرت نوعا ما سلبيا مع تراجع جوده الاصول لهم خاصه الائتمان. طبعا دبي الاسلامي كان استثناء نتيجه لاسترجاع بعض المخصصات، ولكن التوزيعات النقديه كانت كما هو متوقع من قبل المحللين. والسبب طبعا الرئيسي براينا هو طبعا احنا من نتبع جوده التوزيعات من خلال قد ايه حجمها مقارنه مع الارباح. يعني بالنسبه لدبي الاسلامي ارتفعت من 56% لاكثر من حوالي 65 ل 66%. البنوك الاخرى يجب ان نقوم بالاحتساب الان، ولكنها ايضا ارتفعت لان الارباح نزلت، التوزيعات بقيت مستقره او ارتفعت. وهذا انا باعتقادي طبعا هناك ضغط من كبار المساهمين، هاي البنوك طبعا مملوكه بشكل رئيسي للحكومه،
فأعتقد بأن التوجه لاستخلاص التدفقات النقدية هي إذا كان هناك مؤشر فالمؤشر أنه قد لا يكون هناك معدلات نمو قوية خلال هذا العام في تعلق بقطاع الائتمان بشكل عام. نعم. ولكن إلى الآن جودة أرباح هذه البنوك برأيي الشخصي جيدة جدا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وخاصة في ظروف العوامل الدولية التي تتأثر فيها البنوك أكثر من غيرها من الشركات. ما هي مدى انكشاف انكشاف هذه البنوك على التوترات الدولية؟ وأكيد تقصد بها ربما استراتيجيات ترامب القادمة. أكيد. يعني إذا كان هنالك معدل توقع على الأقل لدبي الإسلامي بأنه التمويل حيرتفع 10 إلى 12% نعم. في العام الحالي، معناته متوقع أن يكون في تدفق على طلب الاقتراض من البنوك. أكيد هلأ، بس نطلع من جهة ثانية، أنت عم تحكي عادة أنه رح يرتفع، نعم دبي الإسلامي إدارته تشير إلى أن معدل نمو الاقتراض من البنك من 10 إلى 15 وذلك نتيجة للتوجه للتوسع على نطاق جغرافي، يعني قد يكون هناك على صعيد كينيا على صعيد باكستان وغيرها، ولذلك رأينا هناك توجه لأن يرفع رأس المال من خلال طبعا رأس المال اللي هي علشان كفاية رأس المال من خلال إصدار بنسميها تير 1 نوت بقيمة مليار دولار، وأيضا كمان قد يكون هناك صكوك غير قابل للتحويل بخمسة مليارات. فأنا النقطة الرئيسية التي أشير إليها هنا أنه سلامة القطاع المصرفي لا زالت جيدة جدا، ولكن العوامل الدولية طبعا مثل ما أنت أشرت إليه إلها أهمية جدا، يعني خاصة في جزء كبير من أعمال المصرفية غير الإقراض المباشر هي الجلوبال بانكينج، تحويلات من خلال تحويلات للعملاء من دولة إلى أخرى. فأنا باعتقادي ما يجول مؤخرا في الأسواق سواء على صعيد أوروبي فيما يتعلق بالسندات وأيضا التوجه صدور قوى ضد الاتحاد الأوروبي ووضع اليوناني حاليا فيما يتعلق بأزمة التوفيق ما بين شروط اللي وضعها الـ IMF مع أيضا الكريدترز أو المؤتمنين، وأيضا السياسات الأمريكية التي تشير طبعا هي تحتاج إلى سياسة أكثر مني، ولكن يعني في هناك بوادر معينة تدل على أن هناك توجه للانعزال، توجه للانعزال يؤثر في القطاع المصرفي بشكل عام ويؤثر أيضا في توجهات الأموال السيادية، والأموال السيادية على صعيد صناديق وسلطات الاستثمار قد يكون هناك توجه تدريجي للعودة إلى المنطقة المحيطة. فأعتقد بأنه من المبكر أن نذكر الآن، ولكن مخاطر الدولية بشكل عام ارتفعت بشكل كتير كبير وأصبح لها دور مهم جدا في اتخاذ القرارات الاستراتيجية فيما يتعلق بالقطاع المصرفي وفي أسواق الأسهم بشكل عام. على كل حال الحديث عن القطاع المصرفي يطول، ننتظر صدور ربما لاحقا نعرف الأرباح المجمعة، البيانات كاملة عن كل البنوك لنستطيع أيضا عن نحكم حجم المخصصات وغيره. تعالنا ننتقل إلى بيانات مالية لشركات أخرى في الإمارات. دبي للاستثمار مثلا أعلنت عن 10% نمو بالأرباح، ربما كانت أيضا متوقعة، السيد خالد بن كلبان كان أعلن عنها في وقت سابق على شاشة CNBC عربية تحديدا. من الجيد أن نرى الشركات الإماراتية، بعض الشركات الإماراتية تستطيع تحقيق هذا الحجم من النمو بأرباحها رغم التحديات التي كانت، يعني 2016 لم تكن سنة سهلة واستطاعت أن تحقق هذا النمو بالأرباح. هل هذا سيكون مستدام وهل كانت أرباح تشغيلية حقيقية بحيث نبني على هذا النمو للشركة والشركات المميزة؟ طبعا أول شيء لبنى بدنا نفرق بين الأرباح التشغيلية المتكررة وغير المتكررة، يعني هي قد تكون أرباح تشغيلية. بالنهاية دبي للاستثمار هي شركة استثمار عندها أكثر من 40 شركة تابعة، ومع الاستثمارات المشتركة قد تفوق 70 شركة، ومن الطبيعي أن يطالب المستثمرين والمساهمين أن يروا القيمة في بعض قيم هذه الاستثمارات. لشركة دبي للاستثمار هي استثمارات على مدى طويل جدا، فعملية لما توصل أسعار الفرص جيدة، خاصة أن عندهم ذراع استثماري واستشارات استثمارية هي المال كابيتال، توصي انه الاسعار في السوق قد تفوق قدره هذه الشركات على ادراء تدفقات نقديه، فمن صالحها ان تقوم بالبيع والخروج والدخول في مناطق اخرى. يعني احنا ظهرت النتائج من هون، والخطوه الايجابيه انه راينا ايضا افصاح من دبي للاستثمار انه حيتم في بناء دبي ثيم بارك في دبي، اضافه الى مشاريع وتوجهات اخرى. فاعتقد ان هذا التوجه بالنسبه للشركه تعمل في هذا النشاط هو جيد جدا، ومع مع 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 التحديات التي تقف عائقا على بعض الشركات التابعه لدبي للاستثمار، ولكن قطاع المقاولات والعقار وايضا نرى توجه الشركه لادراج بعض الشركات التابعه او الاستثمارات المشتركه هي توجهات ايجابيه وارباح تشغيليه ولكن غير متكرره تعتمد على الفرص الاستثماريه في طيب بشكل عام وليس فقط عن دبي الاستثمار. عندما ارغب في ان يعني افسر اكثر طبيعه النشاط التشغيلي لاي شركه انا استثمر فيها وتعمل في قطاع العقارات، لديها اصول متمثله اما في قطاع اراضي او اصول ثابته يعاد تقييمها بين الفتره والاخرى، الى اي مدى تعتقد انه النمو في قيمه الاصول حقيقي لهذه الشركات فقط بمجرد يعني اصدار تقرير خبير بانه هذه الاصول ارتفعت قيمتها؟
هلا انا اكيد يعني لما اشوف توجه الشركه لبيع اصول مدره للارباح يصبح هناك علامه استفهام، ولكن بيع وحدات عقاريه تختلف الصوره. يعني انا بهمني او بهم المحلل المالي ينظر الى، طبعا الشركات العقاريه لها قرارات استراتيجيه سواء التوجه نحو عمليات بيع الوحدات العقاريه مثل شركة داماك العقارية على سبيل المثال، وبعض الشركات الأخرى تستثمر مثل الإعمار العقارية والدار العقارية تستثمر في محافظها للاستثمارات العقارية والتي تدر عليها إيجارات ودائما دخل متكرر. هو أنا باعتقادي التخوف فقط يكون لما يكون هناك شركات أخذت فترة طويلة تعتمد على أصول لم تطورها وبدأت تبيع بهذه الأصول، يعني يكون أراضي مخصصة أساسا للتطوير بدأت تحولها للبيع. فبهذه الحالة أعتقد بأنه قد يكون هناك علامة استفهام، ولكن غير عن ذلك قطاع العقاري هناك ديناميكيات محددة تحددها، ولكن يجب أن يكون هناك استقرار في استراتيجية الشركة في التعامل مع أصولها. رغم كل ذلك ما زلنا نرى جاذبية كبيرة لأسهم قطاع العقار في أسواق الإمارات خاصة في سوق دبي، يعني ما زالت الأسهم التابعة لقطاع العقار دائما ربما الخيار الأساسي للمستثمرين. أكيد طبعا احنا نشوف هون العقار أنه انقسم سوقا على صعيد مقاولات أو تطوير عقاري. أعتقد من الفترة المقبلة بالعكس، يعني هلأ بدأنا قد نشهد بدء التعافي للقطاع يعني في خلال فترة متأخرة من هذا العام باعتقادي، والسبب هو يقول بشكل عام على تحويل الحكومة خاصة حكومة دبي للاستثمار بهدف إكمال البنية التحتية للإكسبو 2020. لاحظنا أنه سوف يتم الإعلان عن مشاريع للمقاولين بقيمة 11 مليار درهم إضافة للخدمات المساندة. نحن كاقتصاديين نفهم معنى ذلك وقدرة دوران النقد على تحويل مثل هذه الأموال إلى معدل نمو في الدخل القومي الذي قد يتجاوز لدبي 3% خلال هذا العام. فأعتقد بأن الفرص لا زالت موجودة، ولكن الانتقائية مهمة جدا لأنه كل شركة عقارية هناك مخاطر محددة بهذه الشركة، ولكن القطاع بشكل عام قد يتعافى تدريجيا مع نهاية هذا العام ومع الأنباء الصادرة. نعم، ونشكرك جزيل الشكر سيد طلال توقان مدير دائرة الأبحاث المالية في الرامز كابيتال. شكرا لضيفنا في الاستوديو. طبعا نذهب إلى فاصل قصير، بعد الفاصل تنضم إلينا زميلة نجوى عسران من الكويت مع ضيفها السيد مازن الناهض الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي، ونحن رأينا أرباح ونمو جيد جدا بأرباح بيتك عن العام 2016 نمو ب 13%. السيد الناهض سيعلق عليها مباشرة من الكويت بعد الفاصل. هذا البرنامج برعاية مجموعة إزدان القابضة. إذن إلى الكويت، حيث ارتفعت الأرباح الصافية لبيت التمويل الكويتي بيتك بنهاية العام الماضي بنسبة 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه لتصل إلى 165 مليون دينار كويتي. هذا وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح على المساهمين بواقع 17 فلسا لكل سهم وتوزيع 10% كأسهم منحة. نستمع أكثر عن استراتيجية بيتك مع مازن الناهض رئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي والذي تجري الحوار معه حاليا مديرة مكتبنا من الكويت الزميلة نجوى عسران. إليك يا نجوى. بالفعل رولا، نحن الآن في بيت التمويل الكويتي، وكما ذكرتي بيت التمويل أعلن عن أرباح نتائج العام الماضي، وكما ذكرتي حقق 165 مليون دينار وتوزيع 17 فلس زائد 10% أسهم منحة، ومعي السيد مازن الناهض الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي للتعليق على هذه الأرباح. أهلا بك معنا. يا هلا نجوى، الله يخليك. أولا يجب أن أسألك عن أبرز الأرقام في نتائج بيت التمويل الكويتي العام 2016. نعم شكرا. احنا طبعا بفضل الله وبحمده حققنا ارتفاع في صافي الربح في عام 2016 بمقدار 13.3، ارتفعت ارباحنا الى 165 مليون فاصلة 2. طبعا تم انجاز هذا عن طريق زيادة ايرادات التمويل لدى بيت التمويل الكويتي، بالاضافة الى التركيز على النشاطات الرئيسية. شفنا ارتفاع بالكور ايرنينجز تبع بيت التمويل اللي هي الارباح المستدامة بمقدار جيد جدا والله الحمد، وهذا اللي قاعد نمشي فيه، إن بحيث أن تكون أرباح بيت التمويل مستدامة ولا تكون معتمدة على one time events أو one offs مثل بيع أصل أو غيره. فقاعد نحاول نركز على نشاطنا الأساسي بحيث أن تكون أرباحنا مستدامة للمستقبل. أكثر شيء أحب أركز عليه في عام 2017 اللي هي إيرادات التشغيل بشكل عام وصلت إلى 717 مليون، وإذا شفنا صافي إيرادات التشغيل باستبعاد
الون اوف ايفنت شفنا ارتفاع 8.2% 2016 مقارنة ب 2015. هذا في ظل السياسة المتحفظة جدا للمخصصات والشفافية بشكل عام مثل ما انت عارفة، وتماشيا مع استراتيجيتنا قلنا ان في نهاية الربع الثاني من 2016 قررنا بيع شركة عارف، وتم ادراجها في البيانات المالية كشركة متاحة للبيع، وعندنا فرصة السنة تحت معيار IFRS 5 أننا نتخلص منها، وهذا الآن اللي شغالين فيه بحيث أن نتخلص من الاستثمارات الغير استراتيجية مثل عارف على سبيل المثال. طب هنعود للتخرجات، ولكن أسألك أولا عن المخصصات، هل مازال هناك يعني حاجة إلى مزيد من المخصصات؟ ما هي حجم مخصصات هذا العام؟ مخصصات هذا العام 140.6 مليون، ولكن أحب أنوه إلى شيء واحد، هالرقم هذا لا يشمل التغيير بالقيمة العادلة لشركة عارف، وكذلك ماخذين لها مخصص خاص لو تشوفين بالميزانية ب 16 مليون، فلما تجمعين الاثنين راح يطلع بحدود 156 إلى 157 مليون دينار كويتي، هذه مقارنة ب 183 مليون للعام الماضي. سياستنا من ناحية أخذ المخصصات هي متحفظة جدا، احنا نمشي طبعا بتعليمات البنك المركزي بما يخص هذا الموضوع، بالإضافة إذا شفنا أي أصل من الأصول أو أي من التمويلات الموجودة فيها أي مخاطرة إحنا نقدم على أخذ مخصصات استباقية على أساس أنه ما يكون في مشاكل بالمستقبل. هي نسبة القروض غير منتظمة أو تغطيتها كام دلوقتي؟ ممتاز، إحنا بالنسبة حق تغطية القروض بالنسبة للمجموعة انخفضنا من 3.03 أو 3.03 إلى 2.58 في عام 2016، وبالنسبة حق الكويت تحديداً العام الماضي كانت نسبتنا 1.98 أو 1.98، انخفضنا إلى 1.67 في عام 2016، فوالله الحمد نسبة الـ NPLs أو القروض المتعثرة انخفضت إلى المستويات اللي توني ذكرتها، ونسب التغطية كذلك ارتفعت. طب يجب أسأل حضرتك عن صفقة أمريكانا، وهي صفقة مهمة جدا وكان التأثير الأكبر على البنوك وعلى حجم السيولة في البنوك، فكيف كانت تأثير هذه الصفقة على بيت التمويل الكويتي بالتحديد وعلى حجم السيولة؟ نعم، هي طبعا السيولة دشت السوق ودشت حق البنوك الكويتية كلها مجتمعة، فتأثيرها على السوق راح يأثر على كل البنوك مجتمعة من ضمنها بيت التمويل، ولو أن بيت التمويل يمكن ما له حصة من اللي تم سداده أو بيعه من شركة أمريكانا، إلا أن التأثير بالسوق بشكل عام اللي هو ارتفاع بالليكويديتي أو السيولة بهالفترة هذه. شنو كان أثرها؟ كان أثرها الانخفاض الشديد اللي شفناه بالإنتر بانك ريت أو الأسعار تبادل الودائع بين البنوك، ولكننا قاعد نشوف أن مع إصدارات الدين العام ومشاركة البنوك فيها هذه السيولة قاعد تقل، ونتأمل إن شاء الله في عام 2017 كذلك المشاريع الحيوية التي تم التطرق لها أن يتم طرحها ويكون نصيب البنوك الكويتية في تمويلها كبير إن شاء الله. أي طيب أسأل حضرتك أيضا عن نسبة الإيرادات اللي من الكويت ومن خارج الكويت، كيف يكون توزيعها؟ إحنا عندنا من نسبة صافي الدخل قاعد نشوف أن 61% من صافي الدخل يعتبر من نشاط العمليات في الكويت، بيت التمويل الكويتي والشركات التابعة، بينما من صافي الدخل 39% من صافي الأرباح من عملياتنا التي خارج الكويت. تأثركم بانخفاض العملة التركية؟ العملة التركية انخفاضها تأثيرها الرئيسي يكون على ترجمة الميزانية في تركيا إلى الدينار الكويتي، فممكن أن يكون في ارتفاعات على سبيل المثال في كل بنود الميزانية بالليرة التركية، ولكن ممكن أن الانخفاض في قيمة العملة أكبر من الارتفاعات التي شهدناها، فهذا راح يكون لتأثير سلبي في حال التجميع أن قيمة هذه الأصول والخصوم ورأس المال أقل في الميزانية المجمعة، ولكن لا يؤثر على النشاط الفعلي للبنك في تركيا، لأن بالنهاية an operating entity وعندها رأس مالها بالليرة التركية، ويعني من ناحية عملياتها كلها رأس المال اللي موجود عندها كافي، ونسبة كفاية رأس المال عندهم تتعدى 18%، فما في أي خوف إن شاء الله من هالناحية. تأثيرها طبعا على ميزانيتنا في الكويت هي التغيير في القيمة العادلة لسعر الصرف، وما ينتج عنه تغيير أو تقليل قيمة استثمارنا في تركيا بمقدار انخفاض العملة. طيب حضرتك ذكرت التخرجات وذكرت مجموعة عارف، ماذا تم في هذا الموضوع بالخصوص يعني حتى الآن؟
احنا بالنسبه لمجموعه عارف ان شاء الله يعني خلال الكوارتر هذا او بالاكثر كوارتر الجاي راح نكون بايعين جزء او كل من حصتنا في شركه عارف. قاعد نشتغل عليها الان مع اطراف، بس الى الان ما توصلنا الى يعني اي ارقام بهالخصوص على اساس ان نتكلم عنها. في جهات راغبه في انها تشتري تستحوذ على عارف، في عندك جهات راغبه تستحوذ على اصول عارف، وفي عندك جهات راغبه ان تستحوذ على اسهم عارف. يعني هيدك مقدر انه الربع ده او الربع القادم سيكون هناك في جديد ويكون في هناك تخارج على الاقل من بعض اصول عارف ان شاء الله على يعني 30/6، لان بنهايه المطاف انا ملزم في الاي اف ار اس 5 ان ابيع الاصل بنهايه شهر 6. طيب حسأل حضرتك أيضا عن السوق والحال السوق الكويتي في الوقت الحالي، ونحن سعداء كلنا بما يحدث في السوق الكويتي وكنا ننتظر هذا. حضرتك رأيك فيه إيه، وهل ترى أنه يعني في البعض متحفز يخشى أنه ربما لا يكون مستدام، يكون يعني شيء غير طبيعي، في افتعال فيه، فكيف ترى؟ طبعا من اللي شفنا ممكن أن الليكويديتي اللي تفضلتي فيها بالبداية من بيع أمريكانا هذه متاحة وموجودة اليوم، بالإمكان أن المصارف تقرضها إلى المستثمرين في سوق الكويت الأوراق المالية لشراء بعض الأسهم. ثانيا شفنا أسعار متدنية لبعض الأسهم اللي كانت مغرية حق أي مستثمر، فكان في كذلك محافظ أجنبية دشت الكويت وتم شراء بعض الأسهم من قبل هذه المحافظ، فكان في دخول من المحافظ الخارجية، كان في دخول من المحافظ الداخلية بالإضافة إلى ريتيل أو الأفراد اللي دشوا بالسوق بهالفترة الأخيرة، وهذا سبب طبعا فورة كبيرة. ممكن أحد الأسباب الرئيسية أن هدوء السوق العقاري كذلك لأثر إيجابي على سوق البورصة، وهذا ممكن اللي شفناه في شهر واحد. هل هذا الشيء مستدام بهالسرعة وبهالقوة؟ أشك أن العملية بالإمكان أن تكون مستدامة، يعني أعتقد في بلومبرغ شهر واحد كان سوق الكويت الأوراق المالية هو أفضل سوق بالعالم من ناحية الارتفاع. طبعا عندي دقيقة واحدة بس، وهسأل حضرتك عن موضوع طرح السندات وهو القطة الاستراتيجية، قرار استراتيجي طبقا لكلام وزير المالية. رأي حضرتك في هذا الموضوع وماذا تم فيه حتى الآن؟ والله يعني من ناحية قرار سادة وزارة المالية ودولة الكويت بما يخص إصدارات سندات لتمويل عجز العام، قرار استراتيجي مثل ما تفضل في معالي وزير المالية. طبعا تم الحديث، وكان الحديث في بدايات العام، بداية عام 2016 على طريقة الطرح، وأعتقد أن تم الاتفاق مع كذا مستشار بحيث أنهم يكونوا مستشارين بيع أو جوينت مانديت دارينجرز، بحيث أنهم يقومون في عملية طرح الإصدار الملياري لدولة الكويت. الإجراء المتبع في هذه العمليات هو اللي قاعد تتبع اليوم وزارة المالية، وما أعتقد أن في أي شيء يعني خارج عن المألوف في هذا الموضوع. طبعا السيولة المتواجدة في البنوك أيضا ممكن تساهم خلال الطروحات القادمة بدون أدنى شك. إحنا طبعا معظم السيولة البنوك الكويتية متوفرة بالدينار الكويتي، وهذا اللي فعليا قاعد إحنا نغطي في الإصدارات أول أسبوعية للدين العام لدولة الكويت عن طريق سادة بنك الكويت المركزي. بشكر حضرتك جدا، بشكر ضيفي السيد مازن الناهض الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي، وطبعا كان هذا اللقاء بمناسبة إعلان بيت التمويل عن نتائج عام 2016 والتي حققت فيها نمو 13%، 165 مليون دينار وتوزيعات 17 فلس و10% أسهم منها. أشكرك جدا والعودة لكم في الاستوديو. شكرا للزميلة نجوى عسران وضيفها السيد مازن الناهض، وأداء إيجابي جيد جدا كما عودنا دائما بيت التمويل الكويتي في هذا النمو بالأرباح والأداء التشغيلي الممتاز. نحن وصلنا بهذا إلى ختام مسار السوق لليوم. تحياتي أنا لبنى فواز، تحيات الزميلة رولا الطراوني، كل الفريق العامل، إلى اللقاء. هذا البرنامج برعاية مجموعة إزدان القابضة.